كاعتبار الأخبار مصدر معرفي وتنقيح هذا المصدر ووضع شروط وضوابط لهذا المصدر من الأمور التي اختص بها المسلمون. يعني مفيش أمة من الأمم اعتنت بالأخبار بحيث تنتج معرفة يقينية زي المسلمين. القرآن له أسانيد متواترة، مفيش كتاب في الدنيا له أسانيد متواترة زي القرآن، ولا حتى التوراة والإنجيل ملهمش أسانيد أصلا. السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها متواتر وغالبها آحاد. وتستطيع أنت كمسلم تحلف بالطلاق إنه ما في صحيح البخاري نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقع في طلاقك. ليه؟ لأنه مش مجرد عاطفة دينية وخلاص، لا، ممكن أي حد عاقل مسلم أو غير مسلم يستطيع أن يتحقق. في عندنا أدوات، في عندنا أمور برهانية يستطيع أن هو يتحقق منها. نقول له تعالى كده اتفرج معنا، إحنا إزاي بنقول إنه ما في صحيح البخاري ده نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بناء على إيه؟ على علوم عظيمة جدا أسسها علماء الإسلام: علم الجرح والتعديل، علم مصطلح الحديث، علم الرجال. فالعلماء اعتنوا، علماء المسلمين اعتنوا بعلم الأخبار، هذا العلم الذي لا يوجد عند أمة من الأمم. ومن الحاجات العظيمة جدا لحضراتكم كمسلمين أبناء هذه الأمة وأبناء هذه الحضارة، من حقكم أنكم تفخروا بها، إن المسلمين قدموا للعالم علمين. العلمين دولت ما لهمش مثيل في أي أمة من الأمم. العلم الأول هو علم التحقق من الأخبار اللي بيندرج تحتيه مجموعة كبيرة من العلوم: علم الجرح والتعديل، علم الرجال، علم المصطلح. العلم الثاني هو علم أصول الفهم، إزاي أفهم الكلام، علم أصول الفقه الذي تطبق بالأساس لتعريف الناس إزاي يفهموا كلام الله ورسوله وكيف يستنبطون الفهم الصحيح من كلام الله ورسوله. وتستطيع أن تطبق قواعد أصول الفقه على كل كلام، على كل كلام في الدنيا. لذلك علم أصول الفقه ليس قاصرا، ويمكن توظيفه عند الجماعة اللي شغالين في علم النفس، عند الجماعة اللي شغالين في علم الاجتماع، عند الجماعة اللي شغالين في علم السياسة وغيره. لو درسوا أصول فقه كويس تفكيرهم ينضبط.